قصر الصقيع في جمعية العاشر من رمضان على صنف التيت، من أكثر الأصناف المتضررة. ربنا يعوض على صاحب المزرعة. كيت مطعوم على أصناف محلي، تأثيره ضعيف من البرودة. كل ده ثلج، كل ده ثلج. الجو جوه خلاص. الله يعوض عليك يا مصر، الله يعوض عليك يا مصر. الجو تروح. الثلج ده كله لازم على الشجر.